أهلا بكم مشاهدي قناة الحياة الجزائرية في موعد أحوال الطقس لأكثر تفاصيل عن الوضعية الجوية، والبداية بنشرية خاصة من مصالح الأرصاد الجوية تعلن فيها عن استمرار تساقط أمطار رعدية على الولايات الشرقية. الولايات المعنية هي كل من الطارف، عنابة، سكيكدا، جيجل، بجاية، لمدية، تيسمسيلت، تيارت وسعيدة. نمر إلى الوضعية الجوية المتوقعة لظهيرة اليوم واستمرار تساقط الأمطار بالسواحل الشرقية حتى المناطق الداخلية الشرقية. نفس الوضعية الجوية اتجاه السواحل الغربية، سماء ملبدة بالسواحل الوسطى واحتمال تساقط بعض الزخات من الأمطار على فترات متفرقة. تبقى الأجواء مستقرة اتجاه شمال الصحراء الجنوب الشرقي، مرتفعات الهجار والتاسلي حتى أقصى الجنوب الجزائري، ونشاط رعدي بالصحراء الوسطى واحتمال تساقط بعض الزخات من الأمطار الرعدية مصحوبة إذن بزوابع رملية موسمية تحت تأثير الرياح الجنوبية، فيرجى توخي الحيطة والحذر. إذن درجات الحار توصل حتى 24 درجة على وهران، 21 درجة على عنابة، 20 درجة بالعاصمة سطيف وتبسة، 31 درجة هذا على ورقلة، 33 درجة على إليزي، 27 درجة على تندوف، 36 درجة على أدرار، 33 درجة على تامن راست، 34 درجة بجانيت. الدرجة الدنيا لظهيرة اليوم 20 درجة بالعاصمة سطيف وتبسة القصوى، 43 درجة وهذا بأقصى الجنوب الجزائر. مرة نشوفوا الملاحة وأحوال البحر لنهار اليوم. إذن البحر سوف يكون مضطرب على الواجهة الشرقية، نعم، تصل سرعة الرياح 30 كيلومتر في الساعة من هادئ إلى قليل الاضطراب بالواجهة الوسطى حتى الغربية، وسرعة الرياح تراوح من 15 إلى 20 كيلومتر في الساعة. نمر إلى الوضعية الجوية المتوقعة لصبيحة الاثنين. إذن استمرار تساقط الأمطار بمدن الشريط الساحلي الغربية حتى الوسطى حتى المناطق الداخلية الشرقية، وعودة الاستقرار تدريجيا إلى السواحل الشرقية. تبقى الأجواء مستقرة اتجاه شمال الصحراء، ابن عباس، الجنوب الغربي، الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب الجزائري، ونشاط رعدي بالصحراء الوسطى حتى على ثمن راست، واحتمال تساقط بعض الزخات من الأمطار الرعدية مصحوبة إذن برياح جنوبية قوية حتى زوابع رملية. درجات الحارة بالعاصمة 14 درجة حتى على عنابة، على سطيف 12 درجة، 11 درجة على تبسة، 17 درجة على غردايا وأدرار، 11 درجة على تندوف، 18 درجة بعين صالح، 21 درجة على إليزي حتى على جانيت، و 8 راست على ورقلة 20 درجة. درجة الدنيا 8 درجات بالبيض القصوى، 29 درجة بأقصى الجنوب الجزائري. مرة نشوفوا الملاحة وأحوال البحر لنهار الغد الاثنين. البحر سوف يكون مضطرب على الواجهة الوسطى، تصل سرعة الرياح 30 كيلومتر في الساعة قليل الاضطراب بالواجهة الشرقية حتى الغربية، وسرعة الرياح تراوح من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة. كان هذا كل ما يهم تفاصيل الوضعية الجوية لنهار اليوم وصبيحة الغد الاثنين.